تحبوا تعرفوا انه هنا الكاف، هذه البسكوت بنتي، هذه بسكوت المدام مرتي حبيبتي، هذه دراجتي انا نخبيهم في الكاف. فهمت مرة بكري كانت عندي بسكوت اخرى زاد هذه الترعب، كانت عندي بسكوت ترعب ناكو حطيتها لبرا، خليتها لبرا فناكو ولاد لقحة. هذا تشكلتي هذاك الكاف، هذاك نحطو فيه القربش، فهمتو في القربش الكل في هناك. عندي جيراني عندهم زادا برشا بسيكل، هادي اللي انا نحب نحط فيه تاعي، فهمت اليوم شنو عملو دورة مزيانة. قعدو معايا نصوركم شوي. عسلامة يا بي، سلام. وينك انت هنا؟ بسكلتك باهية يا محلاها، بسكلتي باهية تعجبك زادا؟ بسكلت ماما خير، استنى ما توخرشته. هاي ماما، كوكو، سو بيبي هاي، لسه نشباطلة. تانك تشيز، ناس كول، طقس مغيم شوية. عسى خير تزقزق. هيا بيس اند لوف اكوت. سو حديقة عمومية، رد بالك بابا تضرب العاشرة. ها عباد صغار يلعبوا. حديقة عمومية. سوسو مانو باهية، كوكو هاي. حبيت نعمل لكم دورة باهية. حديقة عمومية، صغار تلعب زحلقات خرادة. وقعدوا معايا مازالت الرحلة. صورت في برشا مناسبات سابقة، مدينة ايتشتاين سكن فيها الألمانية. يوم أحد الدنيا كل تسكر بطبيعتها بارتير من نهار اثنين على جال الكورونا، اش تسكر الدنيا الكل، الدنيا راك عادها راحت. نوريكم وسط البلاد في الشان نتاعي الأخرى نتاع اليوتيوب، وريكم برشا مرات. هذي ساق عليها مش فاهم وسط البلاد، اش نوريكم كوم من فوق تعيشوا اللحظة المهمة. ازاي هنا ما وسط البلاد، هذي وسط المدينة. كملوا رحلتنا نوريكم بلاصة اخرى. ها باش نستناو، ها ننزلوا على واحدة السفرة هذيك، شوفوا بنها، ها تنزل على هذيك السفرة، تولي الضوء أخضر، هذه هاك نزلت بنتي، تكتش عليك يا أخضر، هاني نشوفوا معانا، هاكا نوريكم البرج نتاع إيتشتاين، نوريكم كيفاش في اللحظة، شوفوا بنها والفيو هذي، شوفوا بنها في الطفلة، شوفوا مدينة عتيقة. هذا مكتب، هذا مكتب جيمنازيوم. سو مازالت رحلتنا طويلة شوية. وقعد هذه بحيرة صغيرة هاكم تشوفوها، ها في البط، ها البط صار، ها ها فيها البط وفيها العط، هاك الحوت والبط هذا. خلينا نشوف شو ما بان، هذه قطرة صغيرة، ها الماء يجري، هذا خرير المياه العذبة. خلينا نمشيو مع بعضنا، ها عايشكم اللحظة. هذي كل غابة فوق جبل، وهذي يزرعوا فيها نبات صغيرة وحشرة فيها متاع انسكت صغيرة. هذا نكملوا مع بعضنا رحلتنا، مازال متواصلة شي من كيف. هذي اثنية متاع بسيكل، طبعا ممنوع على الموتورات وممنوع على الكراهب، انا متعدوا من هنا، هي خاصة بسيكل. هذا هو ثم هذا يلعب كرة فيه، ماهوش التيران طبعا، جسمه هذا باش يلعب وسط طبعا الحديقة العمومية. الشمس زرقت شي يعني كيف، نوريكم من البلاصة اللي يلعبوا فيها الصغار. فهمتني نعملوا تنقيطة. والله شو اللحظة كيف مرت
واستناو فيها هذه يلعبوا فيها الساعة شيء يعمل فيها. كملوا رحلتنا مع بعضنا أكل الصفار هذي في الحديد نعرف شوي المرتي وبنتي خلنا نكمل. هذا يا تيران بتاع الفوت إيش كما يا تستيع تيران الفوت صباحك باهي في العلو بابا سافا هاي خلنا نمشيو سا حتى نوريكم التراه همتي نوريكم التراه هذي بلاصة يلعبوا فيها الصغيرات هاكم تشوفوا شرادح كذا في كل بلاصة في كل حي موجودة التراه هذي بتاع اينشتاين نوريكم التراه التراه السيفية اللي فهمت هاكم تشوفوا التراه تاع المدينة بتاعي شوفوا وهنا متاع البي ام اكس وسكيت بورد هذي متاع البي ام اكس وسكيت بورد يعني هنا هكا شوفوا خلنا نكملوا رحلتنا ماشي للغابة طريق واعرة ها الترا الاخر زادا حفوت لقيتو ها هذاك فيه شوية مدرجات صغار وترا صغير هذا هكا وهذا فيه شوية مدرج صغير وهذا يلعبوا فيه هوند في الرمل هاكم تشوفوا داخل الغابة كل غراب ومتاخلين الغابة تو تشاو كل ما قص عليكم فيديو نحب نوري خرير المياه هاكم تشوفوا خرير واحنا داخلين تو لعز الغابة قعدوا معايا شوفوا الغزال يجري غادي نعرفش تشوفوه ولا غادي اغنو بعيد هرب الغزال للشيرة الأخرى حاولوا نخطو عليه غادي هاكا يجري الغزال جروب سرب غزال بعيدة هاكا نعرفش تشوفوه ولا بعيد برشا بعد خسارة والله وانا نصور شو يجريو برشا هاكا هادي شو ها ها خمسة كافات هاي ياك شقوا علينا غزال قبيل صورت شوية ما نعرفش بعد وشوية وقت اللي ما مديت انا البورتابل وكلهم يجري ولا ساي نعرف هذاك يسبس لكل يلبسك الحاملين في وسط الغاب شي يعمل كيف انا بيع العسل واو 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 شي يعمل كيف مغيم برشا هاكم شوف سو انا اخو انتن ودا يا بلسوني استروكن ايجنلش ايش سلام حبيبتي هاستش باس ايش اوخ والله دزو طلا فريد هابن فيها والله راضي هي ايه فيها ستزن ستال كارانت سوا بابا حيت بسن زي طلا شبوت لشتران هلا بالطبيعة وقبيل الغزالة هبط من هنا صبار ممكن طلع هكا ومزالة انا عارف بالك شي نروح مرة اخرى نعملوا بوز صغيرة نعملوا بوز صغيرة هنا حتى باوزة ما اوكي اوكي دافتي فريد دي غير فان اين لشي هذا سلسلين يا ايش بوكا فلاش عندك اشتي ازو نحشل ترسنتي فرانت سه ها؟ يا فان فيني ها؟
يا هون أبون إذا هون في العادة ندخل من هنا ما خاطر البارحة ولا صبت مطر الدنيا الكل مطبعة ما حبيناش ندخل من هناك خلينا طلعنا من الغادية ورجعنا من هنا ونكمل طريق الغابة ومن هنا نرجع شيء يعمل كثير توب 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 والله حبيت نتقاسم معاكم اليوم مازلت شوية رحلة بوس حطينا الدراجات هنا حطي قفالهم بيبي بس طرف عرات شوف سارق لي باباي حتى لهنا نوصلوا لنهاية الفيديو بتاعنا بيس اند لوف ان شاء الله يكون يعجبكم في العشية مازال الفيديوهات الى الابد